أهلا ومرحبا بكم من جديد ضلال الأصيل. نتواصل برفقتكم وفي المساحة الثانية. مرت علينا قبل أيام ذكرى رحيل الطيب صالح، الذكرى 14 لعبقري الرواية العربية والعالمية، هذا الاسم الذي استطاع أن يخط اسمه بحروف من نور في خارطة الأدب العربي بعد أن قدم عدد من الإصدارات الأدبية التي أثرت الوجدان السوداني ووجدان القارئ العربي بصورة عامة. الطيب صالح الذي كتب ثمة أماكن كثيرة يجب أن تزار وثمة آفاق يجب أن تزار. طيب صالح الذي كتب رواية موسم الهجرة إلى الشمال، ولكنه بعد سنوات عاد ليقف على هذه التجربة باعتبار أنها خصمت كثيرا من رصيده الأدبي. سنناقش هذه التجربة وغيرها من إصدارات الطيب صالح في ذكراها 14 مع ضيفنا داخل الاستوديو الناقد والكاتب والإعلامي الأستاذ عماد الدين بابكر. مرحب بك حبابك عشرة. مرحب بك أستاذ نزار، ومرحب بمتابعي القناة الجميلة قناة الشروق. مرحب بك أستاذ عماد. 14 عاما منذ رحيل الطيب صالح، وما زال اسمه يلوح في الأفق، الذكرى والخلود والمولد. طيب صالح، نحن مئات السنوات وما زال الناس يقرؤون ويرددون أشعار أبو الطيب المتنبي. قرون مرت وذلك شأن الخالدين. المبدع الحقيقي والفنان الحقيقي والذي يستطيع أن يصنع لنفسه عمراً يختلف من العمر العادي، من تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة، قد لا يعرف البعض متى ولد المتنبي وأين ولد ومتى توفي، لكن ما من أحد لم يسمع بالمتنبي. هذا شأن الخالدين. طيب صالح 14 عام على الرحيل، نسأل الله أنه يتقبله قبول حسن، لكن بما في أعماله الأدبية والفنية من طاقة تستطيع هذه الأعمال أن تظل خالدة، ويستطيع كاتب العمل أن يخلد بهذه الطاقة بطاقة أعماله، ولا خالد إلا الله. برأيك قبل أن ندخل إلى محاورنا، ما الذي خلد الطيب صالح ككاتب؟ طيب صالح لديه تجربة إعلامية مع BBC ولكن نادرا ما يتحدث عنه كإعلامي. ما الذي خلد الطيب صالح ككاتب وكأديب رغم مرور 14 عام من الرحيل، وأعتقد سيبقى لأكثر من 100 عام أو ربما يزيد بعد الرحيل؟ سيظل لقرون، هذا مما لا شك فيه. الإجابة عن هذا السؤال تحتاج أن أعرف يعني زمن البرنامج، لأنه نحن محتاجين لأيام وساعات وكذا حتى نعطي الطيب صالح حقه. لكن الخلود الفني، وهذا الذي استطاع أن يحققه الكثيرون، وأظن الطيب صالح منهم طبعا، الأشياء بتختبر بالسنين وتقادمها، والطيب صالح ما زال يعني رغم السنوات لكن ليس بالعمر الطويل من الرحيل مقارنة بآخرين، وإن كان المعطيات الموجودة توحي بأن هذه الأعمال ستكون خالدة. سبب الخلود البعد عن ما هو لحظي، عن الكسب اللحظي. الموهبة الحقيقية المصقولة بالتجارب والأدوات المكتملة للكاتب أو الأديب. هناك بعض الكتاب والأدباء إذا استطعنا أن نسميهم أدباء وكنا غير مبالغين في ذلك، تعتريهم بعض الإشكالات، منها نقص الأدوات أو نقص الموهبة أو كذا. قد يكون بشكل عام العطاء معقول، لكن العبقرية تعطي عمر غير عمر العمل الجيد أو المعقول. هناك عمل عبقري، هناك عمل يمكن أن يقرأ على مستويات، ويمكن بما فيه من قدرة وبما لكاتبه من حرفية أن يفسر هذا العمل بعد سنوات.
على سيرة العبقرية، واسمح لي بمقاطعة هنا، هل تلخصت عبقرية الطيب صالح فقط في موسم الهجرة للشمال؟ كل ما تحدثنا عن الطيب صالح ذكرت موسم الهجرة للشمال، أم أن موسم الهجرة للشمال ذاتها خصمت من الطيب صالح الأديب باعتبار أن الناس حصروه في تجربة واحدة؟ طبعا إذا أنت استمعت للطيب صالح ستجد أنه يتحدث دائما عن بعض الأعمال المظلومة وبعض الأعمال التي يحبها أكثر، مثل مريود مثلا، هي الرواية الأقرب إلى نفس الطيب صالح. لكن الكاتب عندما يفرغ من كتابة عمله يصير هو ملك هذا العمل، ملك للجمهور للمتلقي، ليس ملكا للكاتب، ليس ملكا للكاتب بحال من الأحوال. يختلف الناس أحيانا ويتفقون أحيانا، لكن تظل الموسم هي الرواية الأكثر جدلا، هي الرواية التي ناقشت موضوعات متفرقة، هي الرواية ذات المستوى الترميزي العالي، والتي تجعل الباحثين والنقاد في سعي دائب لحلحلة هذه الرموز ولإدراك بعض ما خفي، فتظهر قراءات مختلفة تجعل لهذه الرواية حضور. لكن الطيب صالح في كل عمله، في كل منجزه السردي على اتساعه، ما العمل السردي إلا جزء من إنتاج الطيب صالح الأكبر. يعني إذا كان الطيب صالح عنده 10 كتب غير سردية، أو خلينا نقول 9، المختارات هي 10، الأولى منسي إنسان نادر على طريقتي، يمكن تصنيفها بين رواية سيرة غيرية أو كذا، خلينا في المتفق عليه، 9 كتب لا علاقة لها بالسرد كسرد، يعني هي كسرد محض، ربما هناك استخدام للتقنيات السردية، ربما تظهر روح السارد في كتابته وتعامله مع أشياء أخرى، لكن هي مقالات في الحياة، في السياسة، في الاقتصاد، في الثقافة، في الرحلات، في أشياء كثيرة يعني. لكن هذه المقالات يمكن أن تقرأ مقالات قريبة منها لآخرين، لكن تبقى موسم الهجرة رواية عابرة متجاوزة. وكذلك مريود وعرس الزين، وهناك جمال رائع في القصص القصيرة للطيب صالح أيضا، يعني كان قاص على مستوى عالي. لكن هذه الرواية الموسم منذ صدورها الأول على صفحات مجلة حوار كانت رواية جدلية، والجدل مع القيمة الفنية، الجدل ليس مقصودا لذاته لكن الذي تفجره أشياء من مواقف سياسية وغيرها وتأويل للنص إضافة لقيمة فنية عالية، هذا يعطي نظرة مختلفة ويعطي قيمة مختلفة للعمل. سنعود لشخوص الرواية وربما لشخوص الأعمال القصصية والأدبية للطيب صالح وخلودهم ونظرة الطيب صالح لهؤلاء الشخوص، ولكن قرأت قبل سنوات مقالا نقديا لأحد الكتاب الليبيين يتحدث فيه عن تذمر الطيب صالح من اختصار تجربته الأدبية كلها في موسم الهجرة للشمال، واعتبار الكثير من النقاد أن أجود ما أنتج الطيب صالح هي موسم الهجرة للشمال، كون أن موسم الهجرة للشمال تجربة وجدت القبول والترجمة عند القراء ووجدت مساحات من النقد الأدبي الكبير، وبالتالي زادت شهرتها، هذه الشهرة طغت على أعمال الطيب صالح الأخرى. إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا العمل وتسليط الضوء عليه خصم من تجربة الطيب صالح الأدبية في بقية الأعمال؟ هو المتلقين على اختلاف، هناك متلقي متخصص سواء صحفي ثقافي أو ناقد أو مهتم بالأدب بشكل عام أو كذا، ويريد أن يقرأ مجمل المنتج، وهناك قارئ عندما يسمع اسم رواية معينة يبادر بقراءتها أو يبحث عنها، وغالبا ما يكون هناك تحبيذ من آخرين. بعض من هؤلاء يقفون في محطة موسم الهجرة لكثرة ما قيل حوله،
وهذا الأمر يصيب كل الأدباء تقريبا. يعني مثلا هناك من لا يرى الهادي آدم إلا في أغدا ألقاك، مع أنه القارئ للأعمال الكاملة للهادي آدم قد يجد أغدا ألقاك فنيا أقل جودة، في درجة أقل من قصائد كثيرة مثلا. لكن هناك أسباب للذيوع والشهرة غير الأسباب الفنية المحضة. يقف على المنبر محمد عبد الباري يقول له المتلقون ما لم تقله زرقاء اليمامة، كذا يعني. يكون في عمل هو جيد وجميل، لكن يحجب أعمال أخرى عند العموم. أما الخاصة من الناس المهتمين فهم بطبيعة الحال سيقرؤون كل ما كتب وكذا. أضف إلى ذلك الغزارة والكثرة، كثرة الأعمال الروائية والسردية، حتى أهل الاختصاص يعني أحيانا والذين تكون القراءة جزء من عملهم من اليوم والحياة عندهم بيصابوا بهذه التخمة، فبيحتاجوا أحيانا لرواية تم تحبيذة من قارئ من زميل من كذا حتى لا يضيع الزمن، فتخصم هذه الأعمال من ذيوع أعمال أخرى. لكن الذي يريد أن يقيم شخص كاتب مطرب أي شيء أي مبدع يحتاج أن ينظر نظرة كلية، يتناول الأعمال بالمجمل نظرة كلية، لا يمكن أن تقف في عمل واحد. يقول الطيب صالح في إحدى كتاباته: أنا إنسان بسيط، المتدينون يرونني ماجنا والحداثيون يرونني متدينا. إلى أي مدى أثرت شخصية الطيب صالح البسيطة المفعمة بالحيوية والإنسانية على شخصه الروائية؟ أظن قال المعربدون، لكن عموما ولن تجد شخصية كاتب كاملة في شخص من شخصه، لكن تجد الظلال وتجد هذه الشخصية. أي كاتب تجد شخصيته أو ضده. ولكن أستاذ عماد معلش المقاطعة المرة الثانية، الطيب صالح في لقاء تحدث عن اتهامه بأنه هو كتب مصطفى سعيد على شخصيته الخاصة، ورفض هذا الاتهام في إحدى اللقاءات التلفزيونية. أنا معك، أنت ما حتجد الشخصية كاملة، قد تجد ظل، قد تجد ملمح، قد تجد شيء تاق الكاتب أن يكونه. مثلا أنا لم أكمل تعليمي، بافتراض أنني لم أكمل تعليمي، ربما عندما أكتب رواية أود أن يكون البطل متعلم، أن يكون البطل أو أن يكون ثريا أو أن يخوض تجربة تمنيت أن أخوضها، تمنيت أن أكون رحالة مثلا، ربما هذه الأشياء، موقف معين عندما تعود بالذاكرة تحس أنك لم تكن موفقا في اختياراتك، تجعل الشخص الذي ترسمه أنت موفق في اختياراته يعالج ذات القضية التي تعثرت فيها أنت في وقت من الأوقات. مصطفى سعيد بحال من الأحوال لا يمكن أن يكون الطيب صالح، وإذا كان مصطفى سعيد هو الطيب صالح لانتهت موسم الهجرة بنهاية عمر الطيب صالح. لا يمكن لكل هذا العمل الإبداعي أن يكون سيرة لشخص، حتى التفاصيل الصغيرة يعني الواضحة. مثلا مصطفى سعيد مولود في الخرطوم، لم يكن يعني يتيم الأب، كان الأب الأب غير حاضر. من الذكاء أستاذ عماد، من الذكاء بأن يكتب الشخصية كما هي، يعني لن يكتب نفسه هكذا. هذا الذي قلته أنا، أن الروائي كاتب الرواية لن يكون هو البطل، لكن يمكن أن تكون هناك ملامح. يعني هو السبب أن الناس ربطت بين مصطفى والطيب فقط في فكرة الذهاب إلى بريطانيا وكذا.
لكن في تفاصيل كثيرة غير مشتركة. منا مصطفى شيء أساسي في شخصية مصطفى سعيد إنه مصطفى سعيد مخلوق لا ينتمي لمكان، ويصف إنه لا وتد يجر إلى منطقة معينة، لكن الطيب صالح كان عكس ذلك، كان ولكنه استقر أخيرا، كان حفيا بأهله يعني، وكان حفيا بكرمكول التي أخرجته للناس، كان يحمل هؤلاء معه كما يقول أينما ذهب، لكن مصطفى سعيد لم يحمل إلا بحثه عن المجد يعني. إلى أي مدى أثر طيب صالح في القراء العرب بانطباع أكبر باعتبار أن الأدب السوداني يلخص في تجربة الطيب صالح، ولم يستطيع أن يتجاوزوا هذه التجربة بتاتا؟ يعني كل ما وجدت قارئا أو أديبا أو ناقدا يتحدث عن الأدب السوداني إلا وتحدث عن الطيب صالح، هل سنظل طويلا في محطة الطيب صالح ولن نخرج منها عند القراء العرب أو حتى عند الأدباء العرب تحديدا؟ والله أنا خير المتابعين بشكل جيد يعرفون أسماء كثيرة، أسماء استطاعت أن تصل، روايات فائزة مستوى البوكر، بوكر، كتارة، توفيق بكار، النعيمي، كمية من الجوائز حصدها روائيون سودانيون. أنا لا أريد أن أعقد مقارنة بين روائيون بين روائيين ما زالوا يكتبون وبين الطيب صالح، لكن حتى لو اختزل المشهد السوداني في الطيب صالح، وهذا لا يمكن بطبيعة الحال، فهو اختزال جميل لو اختزل، ولا يمكن أن يختزل. أنا ذكرت في بداية الحديث أن هناك متلقي عادي وأن هناك قارئ مختص مهتم. الروائيين السودانيين استطاعوا أن يذهبوا بعيدا جدا، حصدوا جوائز، يشاركون في مؤتمرات بشكل دائم عن الرواية، عن السرد خارج السودان، لهم قراء، لهم متابعون، لهم جمهور. هناك أسماء استطاعت أن تصل، وهناك أسماء ما زالت، لكن يبقى الطيب صالح هو الرائد، هو الأول، هو من أخرج الرواية السودانية لغير السودانيين، وهذا أمر فيه فضل الريادة والأسبقية. هل تعتقد بأن بدايات الطيب صالح المبكرة في كتابة الرواية ونبوق فيها كان له الإسهام الأكبر في التعريف بالطيب صالح الكاتب الروائي الكبير، وبالتالي وضعه عند بقعة الضوء والتسليط على أعماله، أن هذه الأسبقية خدمته في كونه يتعرف على مستوى الوطن العربي وبالتالي على مستوى العالم ويجد كل هذا الاحتفاء والقبول؟ والله شوف، وأي كاتب، أنا لا أريد أن أتحدث، أن أقف في حديثي على الطيب فقط شيخنا الطيب صالح، لكن أي روائي أو أي شاعر أو أي مبدع قد تخدمه ظروف وقد تعيقه ظروف. أحيانا أنت تكون في وقت خاطئ أو في مكان خاطئ، وقد تكون فيهما الاثنين يعني، في المكان والوقت الخاطئ. بس الطيب صالح من الأمور التي ساعدت خروج المبكر عن السودان التقاؤه بأسماء أخرى، بأدباء غير سودانيين سواء كانوا عرب أو كانوا أوروبيين، هؤلاء أضافوا للطيب صالح، والنشر على صفحات أخرى غير يعني. عندنا مشكلة كبيرة نحن في السودان، مشكلة النشر والطباعة وكذا. الطيب صالح عندما نشر بداياته الأولى أغلبها كانت خارج السودان، بعضها كان على صفحات مجلات غير ذلك، فلذلك وجدت صدى، وجدت حظة من النقاش، من القراءات النقدية، من التنويه بهذا الاسم القادم، هو يعني من المقالات الأولى التي نوهت بالطيب صالح مقال الناقد المصري الكبير رجاء النقاش،
مثل هذه المقالات في ذلك الزمن الذي يقرأ فيه الناس عبر وسائط محدودة جعلت الناس في لهفة لقراءة الطيب صالح، وكان هو في الموعد، يعني لم يكن مجرد تنويه بشخص لا يستحق التنويه، وكان يستحق ذلك وأكثر، إضافة للفترة نفسها، فترة الستينيات، فترة كان فيها كثير من الأشياء، من الأحزان ومن عمليات التخلق والتكوين، سواء على مستوى الدول، كل دولة لوحدها، دول حديثة العهد بالاستقلال لم تكمل 10 سنوات، بعضها وبعضها لم يجاوز هذه المحطة بكثير، حروب، نكسة وغيرها، أجواء فيها حراك يعني، أو فترة ما بعد الكولينيالي كما يحب أن يصفها محقبو الأدب يعني. هذه الأشياء جعلت الوقت مناسب والظرف مناسب، وقلة الوسائط كما ذكرت أحيانا تخصم وأحيانا تضيف، أنا أظن أنها أضافت للطيب صالح. التجربة المبكرة، تجربة الاغتراب في عمر صغير، أن تفقد هؤلاء الأهل والعشيرة في وقت باكر، طيب صالح خرج في عمر مبكر يعني، كل هذه الأشياء جعلت عمره من حيث التجربة أكبر من عمر الحقيقي العادي يعني. هناك من يعيش 3 أو 4 سنوات تجارب لا تتجاوز الشهور يعني، لكن عندما تغترب وتعمل في البي بي سي وتعمل هنا وتلاقي هذا بريطاني وهذا أمريكي وهذا يهودي وهذا يمني وهذا سعودي وهذا، هذه تجارب كثيرة جدا. عندما تحن لمن تركتهم خلفك، عندما يقول الطيب صالح كتبت لأقيم جسرا بيني وبين بيئة افتقدتها يعني، هذه الأشياء تضيف للكاتب كثيرا، وهو كان حسن التأسيس، وهذه الأمور المهمة. هل استطعنا أن نوثق للطيب صالح كما ينبغي كشخصية عند إسهامه في ثراء المكتبة السودانية والعربية، وكشخص استطاع أن يقدم للمكتبة العالمية إصدارات كثيرة تخطط جودته موسم الهجرة إلى الشمال؟ والله هذا السؤال إذا أنت قيمته بطبيعتنا كسودانيين قد نكون نجحنا لحد ما، لكن عندما تقارن ما تفعله الدول بأدبائها ومبدعيها لم نفعل شيئا البتة. نحن كل الذي استطعنا أن نفعل وأن نصنع أن يسمى شارع باسم الطيب صالح، والناس ما زالوا على الاسم القديم، ويحمد لشركة زين الهاتف السيار يعني هذه الجائزة العالمية، وقبله مركز عبد الكريم مراني جائزة أيضا باسم الطيب صالح. هذه الجوائز جعلت اسم الطيب يتكرر في الوسائط الإعلامية، ويقف أن يهتم الناس بذكرى رحيله. لكن بشكل عام نحن لا نحسن هذا الفن، لا نحسن صناعة النجوم، ولا نحسن الاحتفاء بهم. الاحتفاء بهم جميل. نحن في حضرة الطيب صالح، قبل أن نختم، حيث الإبداع يتكامل عند الطيب صالح، في رسالة إلى إلين التي تشعر بأن مقدمة هذه الرسالة كأنما قصيدة وليست عمل سردي، الطيب صالح استطاع أن يحول اللغة العادية الجافة إلى لغة شاعرية تشبه إلى حد ما اللغة التي يكتب بها الشعراء قصائد النثر، فلا بد من قراءة من الشعر الخاص لعماد بابكر. طبعا إحنا وين يا أخي؟ في السماء يعني. دعنا نحلق في هذا السماء، ولكن هذه المرة عبر أجنحة الشعر لا عبر أجنحة السماء. المسافة بعيدة يا أخي. طيب صالح هذا سماء لا ترتقى، وذهب وحلق بعيدا بعيدا. طيب صالح ولع ولع شديد بالشعر، والشعر السوداني والشعر الشعبي وشعر المديح، ويذكر في أحد كتبه أنه
حاجة الماحي وهذه المدايح عندما يتحلق الناس كان يمسك بطرف الثوب أو الجلباء ثوب الوالد أو جلباب الوالد لينظر في شأن المادحين ويسمع. لذلك تجد هذه الأشعار موجودة في ثنايا الكتب، وتجد عرس الزين تحديدا فيه شيء من المديح. اختار الآن من قصائد عمار بابه، لأن الامتحان صعب ولكن الجو مناسب للقراءات الشعرية باعتبار أن الحديث عن الأدب وعن لغة الطيب صالح الشعرية. أنا أنت كنت قدمت أنه الطيب صالح يراه البعض عربيدا وأماجنا ويراه البعض متدينا. في محطة الطيب صالح ومن الآثار الباقية سيرة ابن هشام التي كان يؤديها أو يقرأها في الإذاعة السودانية، وعلى ذكر حاجة الماحي ندخل في ذات الجو، خاصة إنه نحن في شهور مباركات. هو الحب يرفع بعضا ويخفض بعضا، وبعض الهوى عابر يا فؤادي، وبعض الهوى كاذب. هو الحب يرفع بعضا ويخفض بعضا، وبعض الهوى كاذب يا فؤادي، وبعض يحول، وبعض الهوى عابر مثل سكرة ليل وشرب شمول، هوى للحسان لتحنانهن لمشيتهن وهز الحجول، هوى يقعد النفس يكسبها حب دنيا سراب ويدمغها بالخمول، ولكن قلبي سما بهواكم وسار مسيرا يطول وما ضل قلب بصدق فؤادي على إذ تخير نبع الصفا ويعلو إذا نال منك القبول. لك الحب يا سيدي يا حبيب الإله وخير الأنام وخير رسول، لك الحب من عاشق يشتهي أن يراك يناديك، كيف ينادي وماذا يقول؟ أود أراك لتخضر روحي لتذهب عني المحول، محول المعاصي التي كم تخذت وغفلة قلبي الجهول. فيا كافل اليتم قلب اليتيم ينادي عليك بصوت خجول من الذنب الذي في إثر ذنب، ذنوب في اضمجمات السيول. فلم أكن مكثرا يوما لنفل ولم أرع النوادب والفضول، صحائف ما بززن الناس شيئا وصرت بهن في شر مهول. ولولا حب طه مت غما، وهل غم وحب للرسول؟ فديتك يا شفيع الناس فاشفع، فقد أذن الإله بأن تقول وأن تعطي الشفاعة من رجاها بقلب آمل شغف سؤول. شفاعة خير خلق الله طرا معمعم قومه النسب الخؤول، وأنظر من مشى في الناس فرعا وأشرفهم وأكرمهم أصول. محمد بن عبد الله صلى عليه الله والملك الرسول، نزلت بحبكم أرجوك لطفا، وأن ألقى الشفاعة والقبول. وأنت البر إما كنت ضيفا فكيف لمن غدا فيكم حلول. ويا رب العباد أتاك عبد لطيب لقاك مشتاق عجول، تحاصره الذنوب ولا يبالي، فعطفك فوق ظنهم الجهول. فلا تخذ العماد يا إلهي بجاه المصطفى هادي الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس هناك أجمل من أن يختم به حديث كهذا
سوى مدح النبي صلى الله عليه وسلم. لك الشكر الجزيل الشاعر الناقد الإعلامي الأستاذ عماد الدين بابكر، حديث عن الطيب صالح أثر الفراش. كتر خيرك، نورتنا وشرفتنا. بارك الله فيك أستاذ نزار، وشكرا لكل مشاهدي قناة الشروق. شكرا جزيلا. كانت هذه هي مساحتنا الثانية من ظلال الأصيل، والتي تناولنا فيها طيب صالح بعد 14 عاما من رحيله الطيب صالح أثر الفراش، رفقة ضيفنا داخل الاستوديو الأستاذ الإعلامي عماد الدين بابكر الناقد والشاعر. تجربة استطعنا من خلال هذه المساحة أن نقدم فيها قليل من الإضاءات من تجربة الطيب صالح. ربما نحتاج إلى أزمان أكثر كما تفضل بالحديث قبل بداية هذا الحوار. غدا بإذن الله تعالى تلاقي جديد وفريق عمل جديد. حتى ذلكم الحين تحياتي وفريق العمل في أمان الله.